وينضم معنا من فيينا ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا. أهلا بك سيد ضياء. بداية، أزمة الكهرباء مستمرة في العراق تترافق مع مظاهرات آخذة بالانتشار، كيف تقرأ ما يجري؟ البداية السلام عليكم وتحياتي للجميع. حقيقة هذه المظاهرات والمظاهرات الأخرى اللي قاعد تحدث في المناطق الجنوبية وتقريبا في جميع أنحاء العراق اللي قاعد يصير من اضطهاد ومن مشاكل أخرى ومشاكل اجتماعية، بغض النظر عن كانت هذه على مشكلة المياه وعلى مشكلة الكهرباء وعلى مشكلة الانتخابات، مما يحدث بالعراق من إساءة إلى حقوق الإنسان وانتهاكات لحقوق الإنسان واضحة في جميع أنحاء العراق وفي جميع مراجل الحياة في العراق. العراق في الوقت الحاضر هو بلد منكر. حقيقة في العراق لا توجد أيدي شريفة ممكن إنقاذ الشعب العراقي من المحنة الموجود فيها. هذه الحكومة هي حكومة سراق وحكومة حرامية وفقط يدافعون عن مصالحهم. كانت الكهرباء موجودة قبل الانتخابات ومتوفرة، بعد ما انتهت الانتخابات وهذا التزوير الانتخابات اللي حدث في العراق ولحد الآن هي قطعة الكهرباء عن المواطنين، والماء هو شحة المياه الموجودة بالعراق. المدارس غير صالحة، التعليم غير صالح، المستشفيات هي ليست حالة وحدة في العراق. انتهاكات حقوق الإنسان، انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة من بداية الاحتلال. طيب، إلى أي مدى ترى أن المقاطعة الشعبية للانتخابات كانت محقة في ظل ما ذكرت؟ والله احنا المراقبين الدوليين وضحوا، وحتى بريطانيا وضحت نسبة الانتخابات في العراق كانت 19% من جميع المشاركين في جميع أنحاء العراق. هذه الانتخابات 19%، وبريطانيا صرحت بهذه التصريحات، ولحد الآن يعتبرون الانتخابات هذه الحكومة الفاشلة تعتبر الانتخابات ناجحة، ولحد الآن قاعد يتخاصمون على المناصب وليست على مصلحة الشعب. ولكن ماذا سيد ضياء، ماذا عن محاولات البرلمان لعقد جلسة قد تخرج بنتيجة إلغاء نتائج الانتخابات أو التوجه إلى العدوى الفرز اليدوي الذي سيفضح ربما كل شيء؟ والله هذه الحالات وهذه المشاكل اللي قاعد تحدث، الانتخابات فيها تزوير واضح، واحنا شاهدنا التزوير ولاحظناه حتى مسجله ومصوره. التزوير اللي موجود في العراق، هذا التزوير يعني الحكومه فعلا هي مباشره، الفعل المباشر بتزوير الانتخابات هي الحكومه العراقيه والسياسيين العراقيين الموجودين المتسلطين من بدايه الاحتلال ولحد هذه الحاله على ارقاب العراقيين. مع الاسف العراقيين المفروض يوعون والمفروض يتظاهرون والمفروض يجمعون كل قواهم لاسقاط هذه العمليه السياسيه. العمليه السياسيه بالوقت الحاضر بغض النظر عن ما يصرحون به السياسيين، هذه العمليه السياسيه هي فاشله ولا يمكن انقاذ الشعب العراقي هذه العمليه السياسيه. سيد ضياء، في ظل ما ذكرت نرى بالمقابل لجوء السلطه في العراق الى اعتقال المتظاهرين بمجرد طبعا مطالبتهم بخدمات تتعلق بامورهم الحياتيه. لماذا تتجه السلطه في العراق دائما الى مبدا قمع التظاهرات والاحتجاجات في حين انها خرجت بتصريحات؟ تقريبا كل الشخصيات التي خرجت من هذه السلطة تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وغيرها. حقيقة دول السياسيين الموجودين في العراق اللي يتحدثون عن الديمقراطية وعن العملية السياسية ويتحدثون عن انتهاكات حقوق الإنسان واعترافات الواضحة في التلفاز، احنا سراق وحرامية، واحنا اللي جلبنا المشكلة للشعب العراقي، نحن مشكلة الشعب العراقي. كل السياسيين تحدثوا بهذه الصيغة. هذول السياسيين كل ما لأنه لا يوجد من يقاضيهم، لا يمكن فد واحد لو كان هذا الحديث يتحدث بعضو برلمان في أوروبا ويقول أنا سارق، ثاني يوم يحاسب على الكلمة اللي قالها. هذه في العراق قاعد يتحدثون بها وبكل بساطة، يقول أنا سرقت وأنا عملت، لأنه لا توجد سلطة قضائية ممكن تقاضي هذا الشخص وغيره. حقيقة هذه العمليات اللي قاعد تحدث بالعراق
ويقولون احنا العمل لا توجد عمليه ديمقراطيه، احنا موجود عندنا الميليشيات والحشد الشعبي وهذه مسيطره على ارقاب الشعب العراقي، وذول الاحزاب السياسيه كل حزب سياسي عنده السجن مالته وعند العسكر وعند كل شيء ما يحمله، وما يمكن اي شخص يكون ضده او اي شخص يتظاهر بعدم رضاء بهذه المجموعة يمكن أن يعتقل. وانت ذكرت حضرتك الاعتقالات اللي قاعد تجد في والمطالبات هي مطالبات بسيطة صحيح. ومطالبات شرعية، يطالبون بالكهرباء والماء، يعني أبسط الأشياء قاعد يطالبوا بها. يعتقل هذا الشخص، شو السبب لعمله؟ هذا طيب. الشخص العمله اللي كان طلع مظاهرة أنه يطالب بحقه. ضياء إذا سمحت لي، طبعا الخدمات الحياتية هي جزء أصيل من حقوق الإنسان. قائم مقام الرمادي يقول إن وزارة الكهرباء حولت حصة الأنبار إلى محافظة أخرى، حصة الكهرباء قانونيا هل يجوز تمييز مواطني محافظة على محافظة أخرى ونحن نتحدث هنا عن بلد يتساوى به جميع الأفراد؟ المفروض يعني والله هذا المحافظ المفروض يحافظ على هذه، انه يتبرع بشيء لا يملكه هو. هذه الكهرباء والماء هو ملك المواطنين بمحافظة الأنبار، كيف هو ياخذ يتبرع به؟ هو ملك ابوه. هو يقول بان وزارة يعني الكهرباء هي التي حولت. هو يتحدث قائم المقام يتحدث عن ان وزارة الكهرباء هي التي قامت بتحويل حصة المحافظة إلى محافظة أخرى، يعني الوزارة قامت بهذا القرار ربما حتى بدون العودة إلى محافظة الأنبار. هو العراق وملك العراق صار الملك مالتهم، هم ملكهم وملك إيران وليس ملك العراقيين. نحن نحكيها بالخط العريض، العراق هو ملك لإيران وإيران تتصرف وتعمل بما تشاء بالعراق. نعم. لا يمكن انه اي عراقي شعب من الشعب العراقي يريد يدافع عن مواطنيه راح يبقى في السلطه، راح يبقى في المحافظه او يبقى في الوزاره. نعم. ثاني يوم يقتل او يغتال او ينحوه من المكان مالته. السيد ضياء الشمري، هذه حقيقه. السيد ضياء الشمري امين المنظمه العربيه لحقوق الانسان، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا، شكرا جزيلا لك.